السلام عليكم الناس، كديرين؟ كنتمنى تكونوا بخير. لا بسبب بلاش باش ندخلوا لي ويطارت لي. يلا ماشي مشكل. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها بخير. بس نحيدو الطالون باش ننزلو واحد شويه. نتمنى تكونوا بخير على خير، اموركم كلها بخير وصحة ديالكم. شكرا البنات اللي كيدعموني، شكرا التعليق ديالكم، شكرا رسائل ديالكم. بصراحه هذا الفيديو كنصوره لكم في واحد الجو ما نقولش لكم، ما نقولش غير قبل كنمسح، لانه صهت 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 بخدمه الفرفاره. غتقدروا غتكونوا كتسمعوا الفرفاره، ولكن البنات ما عندي ما ندير، المهم غير شوفوا بعويناتكم وصافي، لانه راه صهت مع واحد صهت مع شكديه. المهم اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، فيديو اللي غادي يكون فيه بعض الموديلات اللي هما زوينين، موديلات اللي طلبوهم البنات بزاف واللي خداو منهم البنات بزاف. فانا كنت كنشوف موديلات اللي كيعجبوا البنات واللي كياخذوا منهم، كنحاول ان نجيب منهم مثلا كل مره قطعه هكذا باش نقدر نصور لكم وتقدروا نتوما تشوفوهم ان شاء الله يعجبكم. اول قطعه بلا ما نطول لكم بزاف الفيديو، اول قطعه البنات، اول حاجه نقولها لكم بالنسبه لتوصيل المغرب راه موجود، توصيل الدول الاوروبيه حتى هو موجود. نخلي لكم الرقم ديال الواتساب باش تواصلوا معايا، الانستغرام، الفيسبوك. هش عاوتاني يعني. انا سكت بالكارتون. فصافي. المهم الناس، اول قطعه ان شاء الله غادي نوريها لكم هي هذه اللي كتجي الناس بهذا الحزام، شفتوها؟ غادي نغش عليكم واحد شويه اللور، صبروا معايا صبروا معايا. كتجي بهذا الحزام، ها كتجي بحال شكل ديال التكشيطه، شفتوها؟ كتجي واحد اللي كيجي واحد الحزام هنايا. المهم هذه فيها هذا اللون، فيها الوان اخرى اللي غادي نخلي لكم الالوان ديالها ان شاء الله في الجانب ديال الفيديو. وكتجي كتجي طويله، كتجي طويله سلتحت باش نلبس لكم. صبروا صبروا نلبس الطالون، صبروا حيت انا مولفه بالطالون زعما كاينه. صبروا بلاتي غادي نزيد لكم هذه شويه. عرفتوا انا ما قدرتش نصور في داك البيت نهائيا، خرجت هنا للصاله باش نصور لكم باش تشوفوا داك الشيء. المهم لانه الصهد في الصهد في الصاله. ها هانتو هادي هاك تدايره البنات، شتو هايا؟ فيها جوج طبقات، فيها طبقه تحتانيه لانه هاد الفوقاني شيفون، فيها طبقه تحتانيه وفيها هاد الطبقه الفوقانيه هاك تدايره. فيها هاد الطرز طبيعة الحال ما فيهاش القيادات وداكشي بحال ديال المغرب، ولكن فيها الطرز. المهم كاين هادي وكاين الانوان اخرين، غادي نلبس لكم غير لون واحد، لون واحد من الموديل. ما غاديش نقدر نلبس لكم كلشي لانه البنات راه المود ديال الصح. فصراحه عجبتني خطيره والله العظيم، عرفتي جاتني جاتني هي هذيك. المهم الالوان الاخرين ان شاء الله شنوريه لكم في الفيديو. هكذا كتجي البنات، ها انتم شفتوها؟ كتجي خفيفه على دوك التكاشط ديالنا. طبيعة الحال يعني التكاشط ديالنا راه ما كاينش بحالهم، انا درت غير مع هذا الزويف. المهم محمود داير لكم موسيقى تصويريه، لبست غير مع هذا الزويف هذا، جات زوينه. ايه ماما زوينه، عجبتك ياك؟ عجباتك؟ قال لي عجبتني، صافي دابا نشري راسي وحده. المهم بنات الموديل الثاني هو هذا الجبادور هذا اللي تيجي. شوفوا راه كيجي مطير لازم من تحت هذا، كيجي من هنا فيه بحال الطرز ومن هنا فيه الطرز. غنخلي لكم الالوان ديالو حتى هو، شتوه؟ نرجع لكم شويه اللور باش تشوفوا حتى السروال. شفتوا السروال من هنا كيجي مطرز، ها هو ماعرفتش كيف ليكم ولا لا. المهم تحت كيجي مطرز. المهم غنخليكم الصوره. هذا فيه الوان، فيه بزاف ديال الالوان، فيه حتى الالوان الاخرى اللي داخل، وفيه هذا البوردو، فيه البوردو ها هو، فيه البوردو كيكون مطرز من هنا. بس انا نوريكم هنا يكون مطرز من الايد ومطرز من هنايا وخفيف، عرفتوا؟ ماشي بحال الجبادورات ديال المغرب هذا، خفيف شويه وكيكون مطرز من الرجلين، هادو من الرجلين. ما هاج ماما صداع. المهم الناس بالنسبه لهذا الموديل الثالث، هاد البيجاما ولا هاد كما كيسموه هنا، كيسموها عبايه ديال عبايه بيتي، كاينه هادي وكاين فيها الوان بزاف. المهم شوف الشكل ديالها، عرفتوها زوينه بزاف كما كتبان في التصويره، كما في الشكل يعني في الحقيقه. وها هي انا جايه مطروزه حتى لتحت، شفتوها؟ جايه مطروزه حتى لتحت، غريبه من هنايا البازل.
من هنا منكم كتكون مطرفة. شو هادي فيها الألوان؟ هذا هو الشكل ديالها مطرفة من هنايا. فيها هاد 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 الطريزات في الإيد، فيها المقاسات، هاد راه فيها القياس، هادي كنظن هادي إكس لارج. المهم نقد مقاسي باش نقدر نقيسو ليكم وتشوفو المهم تشوفو الستايل ديالو في الدايرة. هادو غير بعض الموديلات، أما الموديلات الباقيين فهما كاينين على الانستغرام وكاينين على الفيسبوك، غادي تلقاو الموديلات الاخرى. المهم بالنسبه لهذا الموديل، هذه هاد الشكل اللي دابا شوفوا القبض ديالها كيكون هابط. المهم هي فيها الالوان، ولكن ما غاديش نقيس لكم كلشي، غنقيس لكم غير اللوينات اللي اللوينات اللي عجبوني، داكشي اللي جاو اللي غيجيو مع هاد الزيب اللي دايره ما فيهش يبدل. فبالنسبه لهاد الجلابيه فيها الوان بزاف، فيها الوان واعره طبيعة الحال، ماشي بحال الخياطه ديال المغرب القايلات وداكشي، ولكن غزاله. شوفوا مطرزه من هنا، ها هي فيها الطريزات، ومن هنا مطرزه، شوفوا فيها الطرز من هنا والطرز من هنا، ومن اللور سامبل عاديه. هذا اللون، هذا اللون الموف. المهم غادي نوريكم الشكل ديالها، ها هي. المهم تسنى هادشي اللي باقي ليا، باقي ليا العبايات غنوريهم لكم، كتجي طويله عرفتوا. التوب ديال الناس مبرد والله العظيم، الا توبها بارد وزوين. المهم هذا هو الشكل ديالها، فيها الالوان، الالوان ديالها غنخليهم لكم هنا وهنا، غادي تشوفوا الالوان اللي فيها. المهم انا هاد الزيت دايره باش يجي مع كل شيء. فالمهم نتمنى تعجبكم، صراحه عجبتني الجلابيه، والله الا عجبتني عجبتني انا هاد الشكل اللي باه القبه ديالها، باش انا عجبتني هادي، يعني عجبتني. علاش؟ حيت توبها بارد، انا كنسحب توب واش يكون شي ثقيل، ولكن توبها بارد بزاف. فهذا هو الشكل ديالها، هنا فيها هاد اللعيبه صافي، ونازله بها حتى لتحت هاي، وقياساتها زوين، قياساتها واسعين. هاد القياس هذا راه كنظن صغار من قياسي بنمره، وجا قدي. شتو قياساتها كي دايرينها صافي. دابا غادي نبدا نقيس لكم شنو باقي، باقي غير واحد، باقي العبايات، غنقيس لكم العبايات اللي كاينين. المهم بعض العبايات اللي خداو منهم الناس، بزاف ديال البنات خداو منهم وعجبوهم، و حتى انا خديت منهم قطعه قطعه قطعه، هكتو باش نوريكم الموديلات ديالو. المهم البنات، اول عبايه هي هذه بلاتي مغربيه، هذه اللي كتجي شفتو بلاتي مغربيه القبض ديالها كيفاش داير. واه المهم القبض ديالها هكذا راه كبير، كتجي بالسروال ديالها، ها هو السروال، شفتو السروال فيه نفس الطريزات اللي كاينين في الايد، ها هما. فالمهم ما لبستش هذا، ما لبستوش، لبست لك غير العبايه، وكتجي كلها مطرزه هكذا سال لتحت. بالنسبه لكم كيجي بحال هكذا محلول، كتجي فيه الطرزه من هنا وكيجي محلول، وكتجي فيه هاد العقيقات، شفتو كيجي هاد الشيفون هذا ولا شنو كنسمو من الفوق، وكتجي محلوله منكم، كيجي بحال هكذا شو منكم، حتى هو نفس الجهه من اللور، ما فيها حتى شي حاجه. غنخلي لكم الصوره ديالها. بالنسبه هاد العبايه هذه كتجي بالصاك ديالها، الصاك ديالها من داخل عندي، دابا نجيبو لكم، كتجي بحال هكذا، نتوما شوف كيفاش هادشي، كتجي هكذا حتى لتحت، كتجي فيها من تحت بحال مفتيحه، وكتلبس معها المسروال ديالها، هانتوما شوف دايره. عرفتو البنات هادي اصلا عرفتو قياسها شنو، هادي قياسها ميديوم، انا اصلا كنلبس اكس لارج دبل اكس لارج يعني، ولكن هادي قياسها ميديوم، وهي انا اصلا كنلبس اكس لارج وجات قدي، يعني كنلبس، لا كنلبس دبل اكس لارج وجات قدي. هاد العباية مطرزة وفيها الحجيرات، والكم حتى هو داير بحال هكدايا، واقيلا غنطفي لكم هاد الضو صراحة، متبينش الحاجة مزيان، ولا غنقصو ولا صبرو صبرو صبرو. غنقصو ليكم البنات هاد العبايه هادي، باش نوريها لكم، هادي بالسيف ديالها، غير درتها فوق من داك الزيف، مثلا عرفتو ما نعرفش نشد نهائيا بهاد الكحل نهائيا، ما نعرفش نشد بي، ها هو في هاد العيبه من هنا نفس اللون، هاي فيها نفس اللون، انا ما نعرفش نشد بهاد الكحل. هادي فيها جوج طبقات، طبقه تحتانيه كحله والطبقه الفوقانيه بحال هكذا، مثلا غنوريها لكم بحال هكذايا، شوفوا هذا هو الفوقاني، عاد كاين التحتاني، المهم هما لاصقين مع بعضياتهم هاي، كتجي من هنا محلولة، شفتو كتجي هكذا محلولة، ولكن هي راهم لاصقين مع بعضياتهم، عرفتو البنات زوينة في اللبسة، فيها الحزام، ها هو الحزام،
شفتوا الحزام ديالها صافي عرفتي درت تكلاش بحال ديال بدويه جايه من مارس منين بغيت باش نزرب دغيا صافي كما قلت لكم ها هما الكميمات ديالها شوفوا هانتوما شوفوا راه باش تعرفوا كاينين جوج طبقات ها هو كاين هذا الكحل وكاين هذا لان الفوقاني كيبين شي فوق ومن هنا هفته دايره بس تسمح دخل تا هكذا دايره وفيها السلسله جايه السلسله فيها النص هكا المهم هذا هو الشكل ديالها فيها هذا ما تشوف بس ما بيكم هذه الطبقه التحتانيه كبجدير راه في التصاور ما تتبانش نهائيا شفتوها الطبقه الفوقانيه واعره الطبقه الفوقانيه كتكون واعره هاي هذا هو التحت ديالها بالنسبه لهاد العبايات هي فيها القب بحال هكذا ها هو الشكل ديالها شتو كيفاش داير وفيها السروال ديالها اللي ها هو تا هو مطرز من هنا من التحت هادو هما الرجلين كيكون هكذا غنخليكم تصاور كيكون الطراز ديالو بحال الطراز اللي في الايدين هي هكا دايره فيها السنيسله سوينه البنات هانتوما تشوفوا عرفتي كتشوفوا الا سبتيتو تجي مطرزه من هنا شتو هاي الكمام كيجيو هكذا الشكل ديالو هانتوما شنو كيجي هكذا الكمام الشكل ديالو ومطرز من هنا حتى للور ومن هنا حتى هو مطرز وبالسنيسله فيها السنسلة مبردة صراحة التوب ديالها مبرد هانتوما الشكل ديالها من الظهر ما فيها شي حاجة فيها فقط هاد القب هو الشكل ديالها وكتلبس مع السروال هذا هو السروال ديالها صافي كحلو فيه هاد الطريزات في الغادي هاد واحد كيتقاتل من ورا الكاميرا في الغادي صافي عيا 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 من المهم نوريها لكم في الاخر نخلي لكم الصوره ديالها هذه هي فيها الوان اي حاجه كنوريها لكم فيها الالوان وفيها المقاسات وكاينه اللي كتكون غير فري سايز الناس هاد العبايه اللي قلت لكم ها هي هذه بزاف ديالها بالنسبه اللي بالسراول ديالهم راه ما فيهمش الزيوفه بالنسبه اللي ما فيهمش سراول راه فيهم الزيوفه هذا الزيف ديالها هكا كيكون مطرز كحل بالنسبه ليا الشكل ديالها ها هو كتكون من هنا البنات من هاد الجهه كلها مطرزه نوريها لكم البنات كتكون من هنايا كلها مطرزه والكم ديالها كيكون مشدود من هنا ومن هنا عريض الموديل ديالها وفيها واحد الحزام لداخل الا بغيتو تشدوا داك الحزام مثلا هكذا وكتعقدوه من الداخل الا بغيتو تجمعوه من هنا تخليوها ايفازي بغيتو تخليوها واسعه المهم دايره لكم واحد الحزام لداخل وهذا هو الشكل ديالها من هنا من اللور مطرزه هاي شوفوا من اللور هذا الشكل ديالها دايا من اللور ها وعريضه شتو هادي كنظن ستوندار هادي ما فيهاش المقاسات فيها ستوندار قلت لكم ما كنعرفش نشد بهاد الكحل فهذا هو الشكل ديال هادو هاي جايه طويله لتحت عرفتوا هادو انا كيعجبني بحال هاد الموديل صراحه لانهم تيكونوا مريحين شتو هذا الزيف ديالها هاد البيجامه هادي اللي دايرها شتو فيها هاد الشويشيات هادي خداو منها الناس بزاف كما هادي شوفوا راه نصكم بالشاشه ما نقدرش نقيسها وجايه حتى لتحت غنخلي لكم الالوان ديالها سكوت خوين زياده جايه بحال هاد الشكل والثوب ديالها زوينه بزاف وبارده عرفتي علاش كيدير هكا بالعالي كيدير هكا لاني انا كنهضر بالعالي كيدير هكا حيت كنهضر حشومه ماما بحال هكذايا اخر وحده البنات هادي اللي غنقيسها لكم هي هادي شتو هاهي بلاتي المهم هادي لونها راه بلو مارين هاهي باش تشوفوها اللون ديالها بلو مارين شتوها فيها هاد الحزيمات تقدرو تجروهم تجمعوها من هنا بغيتو تجمعوهم فهمتو تجمعوها من هنا شتو اش كيدير شتو اش كيدير بحال هكا مسيمين كتجمعوهم من هنايا والشكل ديالها هو هذا كتجي بحال اللون ديال المهم حتى لتحت راه فيه دوك الزويقات اللي في الايد وفي الكم اليدين هكذا جايين دايرين شفتو ولكن مبردين الصراحه البنات والله الا مبردين مبردين وزوينين وانا غناخذ منهم عجبوني صراحه ولا عجبوني المهم هذا هو الشكل ديالهم وفيهم الجيوبه سكوت وفيهم الجيوبه وفي هذه كما قلت لكم ها انتم بغيتوا تجمعوا من هنا بغيتوا تجمعوا من هنا كتجمع كتولي بحال هكذا من هنا بحال شكل
المهم مزيره من هنايا هانتوما كتهزموا باش نطول عليكم الفيديو كتحزموها وكذا حتى ملي كتجمعوها. غنوريكم الازدالات بالنسبه للازدالات البنات. غنوريكم هاد الازدال هذا، هاد الازدال هذا كتكون فيه اللبسه كيكون فيه الزيف، غنخلي لكم الصوره ديالو. كيكون فيه الزيف وكيكون فيه كتكون فيه الصلايه، هاهي الصلايه اللي كتحط، وكيكون فيه التسبيح هو التسبيح، وكيكون فيه الغطاء ديال القران، يعني فيه جوج ثلاثة أربعة في خمسة ديال القطع. هاد الصلاية كتفرشيها والتسبيح حتى هوايا، وبحال واحد الخنيشة كديري فيها القرآن، واللبسة اللي تلبسي، والغطاء ديال الراس أولا الزيف ديال الراس. هذا كامل، هادو خمسة ديال القطع. كيكون جبنا نخليكم التصويرة ديالو، هنصيبوه البنات. بغيت نوري ليكم قبل ما نصيفطوه البنات كاين هاد الإزدال هذا حتى هوايا، هذا هو ديال السما ولا ديال المهم ديال تلبسي ملي يكون شي حد ولا غادي نخرجوا مثلا للبلكونه ولا شي حاجه. صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم هادشي اللي كاين كنتمنى نكون مطولتش عليكم، وصافي ان شاء الله. هادو بعض الموديلات ما قدرتش نجيب لكم كلشي، ما قدرتش نصور لكم كلشي. الموديلات الاخرين موجودين على انستغرام على الفيسبوك، تقدروا تشوفوهم ان شاء الله. الا بغيتوا شي حاجه تواصلوا معايا على الواتساب، بغيتوا جمله ولدي واحد بغيتوا جمله تواصلوا معايا على الواتساب ان شاء الله ما يكون الا خير. يلا السلام عليكم. محمود يلا قولي بسلامة. محمود قولي بسلامة. يلا باي باي.